الاقتصادية المفصلة إليكم. إذن تذكرة بأبرز عناوين أخبارها. تراجع مؤشرات البورصة المصرية قبل نهاية تداولات اليوم بضغط من مبيعات الأجانب. قمة آسيا المحيط الهادئ أبيك تختتم أعمالها في إندونيسيا، وأروقة القمة تشهد منافسة أمريكية صينية للهيمنة على التجارة. وبنك التنمية الإفريقي يكشف أن نيجيريا وجنوب إفريقيا تستحوذان على 95% من الاستثمارات الأجنبية في إفريقيا جنوب الصحراء. مشاهدينا أشكر لكم حسن المتابعة، كونوا دائما معنا في متابعات اقتصادية إخبارية لاحقة. دمتم في رعاية الله.